حقيقه زعما المشاهد اللي شفناها البارح هي مشاهد تحز في النفس. راه لا يعقل انه طلبه ديال الطب وخيرات ابناء هذا الوطن وتبقاو كتعاملوا معهم بهذه المقاربه القمعيه واستعمال ديال السلطه وكانهم زعما شي مجرمين ولا فارين من العداله. راه عيب وعار انه ناس عندهم مطالب اكاديميه محضه، ناس عندهم مطالب بسيطه، شنو كيطلبوا كاع هاد الطلبه؟ طالبين انه جوده التكوين ديالهم تبقى، كيطالبوا بانه السنه السابعه ديالهم ما تحيدش. شنو هادشي كامل نجيو نديروا على قبل هادشي؟ نجيو نبداو كنضربوا فيهم ونجمعوهم هما والاباء ديالهم ونجيو في الاعتقالات ونمشيو هاد المقاربه القمعيه الى متى؟ نبقاو مستعملين زعما هاد الطريقه ديال التماطل وما ما 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 بغيتيش انك تدخل خاصنا نديروا معاك العصا. كون تم التجاوب مع المطالب كون دخلوا هاد الطلبه، ما نستعملوش كاع هاد الوسائل ونوصلوا ل 10 شهور، 10 شهور وصلنا ليها، شنو مازال باغيين يزيدوا اكثر؟ نكملوا 12 شهر؟ وحنا كملنا 12 شهر واش غتحل الازمه؟ راه لا يعقل. حنايا كطلبه اليوم عاوتاني مازالين في الاشكال النضاليه ديالنا وكنعبروا على السلميه ديالنا وكنعبروا على الوعي ديالنا وباقيين مسؤولين على اساس انه الجوده ديال التكوين ديالنا ما بغيناش انها تقاس، وهذا الشيء حنايا كنتحملوا المسؤوليه ديالو فاش كنقولوا. عندنا لي زارغومون ديالنا، يعني كاع الحجاج المنطقيه تم بسطوها على الطاولات ديال الحوار، وكان شي مرات كيقول لك انه ايه عندكم الحق ولكن ما عرفناش الاسباب علاش كيقول لك لا نستطيع. شنو هي لا نستطيع؟ باي منطق لا نستطيع؟ الا كان شي حاجه زعما ديال المعقول نجيو نجلسوا عليها على طاوله الحوار، شي حاجه واحده اخرى اننا نجيو نبقاو كنضربوا في المواطن المغربي وكنتعاملوا معاه القطاعات كاملين تم زعما التعامل معها بنفس الطريقه الهمجيه، حشومه كاع. الى متى سنستمر في ذلك؟ عاوتاني اليوم تطويق امني ما عمرنا شفناه على اساس انه هاد الناس مجرمين وما عرفش شنو كيديروا. فزعما حنا بالنسبه لينا كطلبه هاد المناظر زعما راه كدرنا في قلبنا حنايا الاسر ديالنا، والجرح ديال الوطن راه جو بونس انه اكثر جرح لا يمكن ان يلتئم من وراء ما انك كتجي كتشوف راسك باغي تخدم الوطن ديالك والصالح ديالو كيبقى الاستمرار في هاد الامور. وزارة تماطل، وزارة تماطل، وزارة تماطل.